رغم ذلك إن اختلف الناس جميعاً حول كل شيء يخص جمال عبد الناصر، من الصعب أن يختلفوا حول هذه القيمة. عندنا ابن رئيس الجمهورية زي ابن أي واحد، عندنا مجتمع ما فيهش طبقات بنزود فيه الفوارق بين الطبقات. رئيس الجمهورية مين؟ رئيس الجمهورية أبوه واحد موظف أصله من عامة الشعب، كان بياخد 25 جنيه.